تستمر فعاليات مهرجان خيرات النخلة في نسختها الرابعة بسوق المزارعين بهورة علي بهدف تشجيع ودعم الانتاج المحلي من منتجات النخيل. الفعالية التي تقام على مدى 3 أيام تعكس تاريخ البحرين العريق وهويتها من خلال مشاركة العديد من المزارعين والشركات الزراعية والحرفيين. حفاظا على الهوية الزراعية البحرينية وتاريخها العريق، تتجدد فعاليات مهرجان خيرات النخلة في نسختها الرابعة بسوق المزارعين بهورة علي. المهرجان أثبت نجاحه في موسمه الرابع على التوالي ليجسد هوية البحرين الزراعية وحرص المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية على الحفاظ على اسم البحرين كأم المليون نخلة. المهرجان يستمر على مدى 3 أيام بمشاركة العديد من المزارعين والشركات الزراعية والحرفيين والأسر المنتجة، حيث يضم مجموعة متنوعة من خيرات النخلة من رطب وتمور وغيرها من المنتجات المرتبطة بالنخيل. طبعا الرطب عندنا اليوم فعالية في إقبال كبير عليه، أنواع الرطب الموجودة عن الخنيزي عن البرحي عن الخلاص، يعني هذا الإقبال عليه بكثرة. المنتجات ما شاء الله، رطب خلاص، خواجة، خنيزي، عندنا عدوق الخلاص، عندنا لوز، عندنا شيكو، عندنا خضروات الموجودين بها يعني السوق. كما لا يقتصر المعرض على منتجات النخلة، بل يشمل معرضا صغيرا للحرف اليدوية لإبراز الحرف التقليدية البحرينية وتوثيق نمط حياة الأجداد، بالإضافة إلى تخصيص قسم فني يضم فنانين بحرينيين. إحنا اليوم في سوق المزارعين نقدم حلوى التمر، كنا إحنا نبتكر الحلوى، طورنا الحلوى من إطارها العام وخرجناها، يعني أضفنا نوع من الفواكه المجففة ومن ضمنها التمر. يطمح المهرجان إلى دعم المزارعين البحرينيين من خلال توفير منصة متكاملة لعرض منتجاتهم في مكان واحد أمام الجمهور.